لكن الحقيقة أنه النهاردة حبينا جدا نبدأ مع حضراتكم بخبر مش صادر عننا إحنا، ما بقولش إحنا كبرنامج، مش صادر عننا إحنا في مصر، وإنما صادر عن الأمم المتحدة. ودائما تقارير الأمم المتحدة بينظر إليها بعين الاعتبار لأنها بتكون مهمة جدا، بيتم يعني إصدار تقارير سياسية اجتماعية أحوال مجتمعية اقتصادية. ومناسبة الاقتصاد، فإنه أحدث تقارير الأمم المتحدة بتقول وتؤكد إنه مصر تظل الوجهة الأولى للاستثمار في إفريقيا خلال النصف الأول من عام 2018. الكلام ده مهم جدا، لكن عشان نستشعر أهميته يجب أن نترجمه إلى أرقام. الأرقام الواقعية بتقول إنه إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي في مصر ارتفع إلى 24%، وزي ما كتير قلنا مع حضراتكم قبل كده إنه دايما لما تيجي تتكلم على نسبة مئوية لازم عشان تعرف تحسن المعدل ده أو طفرة أو نمو في هذا المعدل أو تراجع أو عجز فيه، لازم تقوم بعمل مقارنة بنفس الفترة دي من العام السابق. فلو بنتكلم على نفس هذه الفترة من العام السابق، نعم هناك زيادة في الاستثمار الأجنبي في إلى مصر 24% من النصف الأول 2018 مقارنة بنفس الفترة الزمنية عام 2017. الحقيقة إنه التقرير اللي أصدره مجلس التجارة والتنمية التابع للأمم المتحدة قال كمان إنه مصر حققت تلك النجاحات رغم إن الاستثمار الأجنبي المباشر انخفض عالميا، يعني بصفة عامة عالميا، بنسبة تصل إلى 41% خلال النصف الأول من العام الجاري، ليصل أو ليسجل 470 مليار دولار فقط، مقارنة ب 794 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي. وإنه نسبة الانخفاض الأكبر بقى تركزت في البلدان المتقدمة اللي هي بيسموها الديفلوبينج كونتري، الكونتريز، البلدان اللي ما زالت نامية أو متقدمة أو يعني تشتغل على نفسها أكتر. التدفقات انخفضت فيها، الاستثمارات الأجنبية المباشرة بدرجة حادة جدا تصل ربما إلى حوالي 69% لتبلغ حوالي 135 مليار دولار. وأنه نسبة مشاركة الاقتصادات النامية في الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي حققت بالفعل نسبة قياسية وصلت لحوالي 66%. التقرير بقى متكلم بعد كده على حاجات كتير، متكلم انه مثلا على سبيل المثال في انخفاض قوي سجل في الولايات المتحده الامريكيه بلغت نسبته 73%، وانه حجم الاستثمار الاجنبي المباشر في النصف الاول من العام الجاري في الولايات المتحده الامريكيه وصلت الى 46 مليار دولار فقط، في حين انخفضت في البلدان الاسيويه الناميه بما نسبته 4%، وكذلك في امريكا اللاتينيه والكاريبيان انخفاض سجل 6%. معلش انا قلت من شويه، بس انا عماله افكر، انا قلت البلدان المتقدمه ديفلوبينج كونتريز، لا، هي البلدان الناميه هي الديفلوبينج كونتريز، والبلدان المتقدمه هي الديفلوبد كونتريز اللي هي البلاد المتقدمه ومتطوره بالفعل. قعدت من ساعتها افكر فيها، حاسه ان الترجمه قلتها غلط. طيب، التقرير كمان اتكلم على مؤشرات تانية لبلدان الاقتصاديات الانتقاليه، وبنتكلم يعني بتفاصيل اكتر. ايه المهم في الكلام ده؟ وخلوني اقول لحضراتكم الحاجه اللي احنا كلنا، يعني ناس دارسه اقتصاد، ناس مش دارسه اقتصاد، راجل الشارع اللي قاعد على القهوه البسيط كده، ما يسمع الارقام دي يقول لك يا خبر ابيض، احنا زدنا 24% استثمارات اجنبيه مباشره عن السنه اللي فاتت، يا خبر ابيض، مصر هي الوجهه الاقتصاديه الاولى للاستثمار في افريقيا خلال النصف الاولاني من 2018. الكلام ده حلو قوي يا جماعه، طب والكلام ده مش بنشوفه ليه في الاسعار؟ والكلام ده مش بيسمع ليه؟ الحقيقه انه حسابات الاستثمارات لها حسبة اخرى. يعني لما تتكلم على استثمار وتدفقات مباشره اقتصاديه، دي مردودها بيظهر عندك في الاقتصاد وبالتالي بيسمع في معدل التضخم اللي هو المؤشر الاول طبعا عن مستوى العام للاسعار في اي بلد، ده بيسمع بطريقه معينه او في وقت معين او بعد سلسله عمليات اقتصاديه زي عمليات جراحيه كده معينه. فهي الحسبة متشابكة، هي ليست من الصعوبة بشيء، ولكن من الواضح أنه ضروري جدا أن احنا نفهمها عشان لما بنقول هذه الأرقام نعرف مردود هذه الأرقام إيه على المناخ العام الاقتصادي في مصر. خلونا ناخد هاتفيا الدكتور علي إدريسي الخبير الاقتصادي. أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا بحضرتك فندم، كل السادة المشاهدين أهلا. أنا كنت بقول دلوقتي إنه بناءً على تقرير الأمم المتحدة إنه مصر هي الوجهة الاقتصادية الأولى للاستثمار في العالم في النصف الأول من 2018،
انه رجل الشارع البسيط اللي مش فاهم ولا درس اقتصاد لما يسمع الرقم ده على طول هيقول لك الله، طب ما الكلام ده حلو قوي وزي الفل، وبعدين ده كمان حتى الامم المتحده اللي بتقول مش احنا اللي بنقول، امال ده ليه مش مسمع في الاسعار عندنا؟ ليه ما بنروحش نلاقي السلعه ب 10 جنيه نزلت بقت ب 7 جنيه؟ اتفضل يا دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم. خليني اوضح بس في البدايه، هو احنا بنتكلم على الاستثمار الاجنبي المباشر، طب ما السؤال بيطرح نفسه يعني ايه استثمار اجنبي مباشر؟ احنا نعرف ان في حاجه اسمها استثمارات اجنبيه، طب يعني ايه استثمار اجنبي مباشر؟ في عندي نوعين رئيسيين، اما استثمار اجنبي مباشر او استثمار اجنبي غير مباشر. الاستثمار الاجنبي غير المباشر هو الاستثمارات اللي بتبقى في سوق الاوراق الماليه اللي هو البورصه عن طريق الاسهم والسندات وغيرها من هذه الاشكال. لكن انا اللي يهمني دايما وبيعنيني كاقتصاد هو الاستثمارات الاجنبيه المباشره، اللي هي ايه؟ اللي هو ان المستثمر الاجنبي يبتدي يبني مصانع، ان المستثمر الاجنبي يفتح شركات، يعني معناها انه يوفر فرص عمل، معناها ان هو ينتج او يقدم سلعه او خدمه، وهو دوت اللي بيهم كتير من الاقتصادات طبعا ومن ضمنهم مصر. طيب السؤال، احنا بنتكلم ان مصر دلوقتي ابتدت تستحوذ نسبه كبيره من حجم الاستثمارات الاجنبيه المباشره في ظل الوضع الصعب للاقتصاد العالمي ككل، سواء من تراجع حجم الاستثمارات الاجنبيه المباشره زي ما حضرتك ذكرت، ده جزء ثاني. التشاؤم اللي بقى من جانب المؤسسات الدولية بالنسبة لمعدلات النمو الاقتصادي العالمي، واللي ابتدى يخفض توقعاته من 3.9% لما يقرب من حوالي 3.6%، يعني بيخفض من معدلات النمو الاقتصادي العالمي، يعني في حالة من حالات الركود الاقتصادي العالمي. ده جزء. الحرب التجارية اللي ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، التقلبات أسعار الصرف اللي موجودة في عديد من الاقتصادات الناشئة، وكلنا يمكن متابعين الأخبار بالنسبة للاقتصاد الأرجنتيني، الاقتصاد التركي، الاقتصاد في فنزويلا وغيرها من هذه الدول، كل ده بشكل كبير جدا، والاشكاليات اللي بيمر بيها الاقتصاد العالمي، يقدر ان في الوقت دوت الاقتصاد المصري يستحوذ ويقدر ان هو يكسب حجم استثمارات اجنبيه. وصل في 2017، احنا كنا بنتكلم في العام 2017 7.7 مليار دولار، بنتكلم على النصف الاول من 2018 زي يمكن ما حضرتك ذكرت في ارقامك، ان احنا دلوقتي بنتكلم في 3.9 مليار دولار، طبعا بقيمه أكبر من العام الماضي أو مقارنة بنفس الفترة اللي هو النصف الأول من 2017، يمكن تخطينا أكثر من حوالي 400 مليون دولار كمقارنة ما بين الفترة النصف الأول من 2018 والنصف الأول من 2017. طب السؤال، هو إحنا الاستثمارات دي زادت ليه؟ زادت لأن إحنا رقم واحد بدأنا بثورة تشريعية كبيرة جدا في مناخ الاستثمار، بداية من قانون متمثلة بقانون الاستثمار ولائحته التنفيذية وتراخيص الصناعية، قانون الإفلاس اللي لا يقل أهمية تماما عن قوي الاستثمار، لأن دايما المستثمر الأجنبي كان بيسأل أنا حتى أعتقد يا دكتور قانون الإفلاس كمان، قانون الإفلاس كمان كان من القوانين المهمة جدا. بالضبط، هو ده اللي أنا بقوله، ودخول الأموال إلى مصر وخروجها منه كمان، وخروجها لأن دايما منها. كل الدول لما بتيجي تجذب المستثمر بتبتدي تقدم له حوافز، لكن لما بيجي المستثمر يحول أرباحه أو يحصل عملية تخارج يبتدي بشكل كبير جدا معوقات كلها تظهر. فاحنا عملنا قانون الافلاس بجانب ان احنا اخذنا عديد من القرارات الاقتصاديه اللي كان بيسال عنها المستثمر وكانت بتعنيه، من ضمنها تحرير سعر الصرف، بقى عندي سعر صرف واحد. صحيح. لكن تحرير سعر الصرف كان المشكله في ايه؟ ان المستثمر الاجنبي بيتعامل مع سعرين صرف، سعر في البنك 8.88 جنيه، وسعر تاني في السوق السوداء ما بين 19 و20 و18 للدولار. فكل ده بشكل كبير جدا ابتدينا ان احنا نتخطى هذه الاشكاليات، ابتدينا ان احنا نحاول نوفر مناخ جاذب للاستثمار، عملنا المجلس الاعلى للاستثمار اللي هو رئيس الجمهوريه، ودي كانت رساله واضحه جدا لكل المستثمرين الاجانب ما يعنيه ملف الاستثمار. عندنا رئيس جمهوريه في كل الزيارات الخارجيه بتاعته بيروج للفرص الاستثماريه. هل يا دكتور اسمح لي معلش، هل ده يا دكتور ليه مردود او ليه اثر على الكلام، او يعني ده نقدر نقول انه حجه قويه نتحدث بها مع من يتساءلون، انا مش عايز اقول يشككون او يعترضون، يتساءلون عن مدى اهميه بعض المشروعات القوميه زي العاصمه الاداريه الجديده؟ هنقدر نقول انه الارقام دي بتقول انه مثل هذه المشروعات القوميه بترد بشكل مباشر على سيرة أو سمعة مصر الاستثمارية؟ طيب خليني أأكد لحضرتك بحاجة بسيطة جدا.
احنا دلوقتي معظم المشروعات القوميه لو احنا اتكلمنا على عاصمه اداريه جديده زي ما حضرتك بدات كلامك، احنا بنتكلم على منطقه وحته ارض من ارض مصر كانت غير مستغله تماما. الدوله بدات فيها وبعد كده ابتدت تجذب استثمارات سواء كانت محليه او اجنبيه لهذه المنطقه. عملنا بنيه تحتيه مستحيل ان المستثمر هيستثمر في صحراء. الدوله عملت له الطرق، عملت له وفرت له الطاقه، وفرت له الصرف الصحي، وفرت له كل البنيه التحتيه اللي يقدر ان المستثمر دوت يجي. خلينا نقول لحضرتك ان الصندوق نفسه بيقول ان السبيل الامثل للخروج من حاله الركود الاقتصادي العالمي هو الاستثمار في البنيه التحتيه. هو ده اللي هيقدر يخرج الاقتصاد العالمي من المشاكل اللي بيعاني فيها، هو الاستثمار في البنيه التحتيه. سؤالي الاخير لحضرتك يا دكتور علي، في تصريح مؤخرا صدر عن الدكتوره هاله سعيد وزيره التخطيط طبعا والمتابعه والاصلاح الاداري، والتصريح ده ربما ناس كتير ما فهمتهوش. هي في تصريحها اعلنت انه متوسط دخل المواطن المصري بعد 5 سنوات من النهارده، يعني بنتكلم في حدود 2022، هيصل الى 6000 دولار سنويا. طبعا الكل مسك الكالكوليتر وقعد يحسب 6000 دولار في 17 مش عارفه ولا 18 دلوقتي فهيبقى كام. لكن في نفس الوقت هي في هذا التصريح ربطت هذا الـ يعني الـ النمو في متوسط دخل الفرد بشرط، وهو ضبط معدلات النمو السكاني، وانه الدوله المصريه بتعطي اولويه هامه لملف الانسان المصري وايضا فكره النمو السكاني. كيف ترى هذا التصريح من وجهه نظر حضرتك الاقتصاديه يا فندم؟ هو يا فندم الموضوع باختصار شديد جدا هو ان احنا علشان نحسب متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي، انا بحسب الدخل القومي وبقسمه على عدد السكان، اقدر ان انا اشوف متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي، وده بيبقى بالنسبه لي معيار بقدر اقارن بيه متوسط نصيب الفرد في مصر مقارنه بمتوسط نصيب الفرد في دول اخرى، واعتبر ان هو معيار من احد المعايير الخاصه بمستوى المعيشه والرفاهيه الاقتصاديه وغيرها من هذه المؤشرات. طيب معالي الوزيره لما كانت بتدلي بهذا التصريح كانت بتستند لعده عوامل، ان احنا هنبتدي نحقق مستويات اكبر من معدلات النمو الاقتصادي وما الناتج المحلي الاجمالي في خلال ال5 سنوات القادمه، فعند قسمه هذا الرقم على معدلات على حجم السكان وهي بتامل ان معدلات النمو السكاني تكون اخذه في التناقص، بالتالي متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي هيكون مرتفع قد يصل ل 6000 دولار. خلينا بقى نتكلم بمنتهى الصراحه ان 6000 دولار مقارنه بعديد من الدول هو رقم خلينا نقول يعني نامل ان احنا نصل لاكثر. طبعا طبعا 6000 دولار في 2022، 6000 دولار سنويا في 2022 بالظبط هو رقم ليس بالكبير، يعني نامل باذن الله ان احنا نحقق اكبر من كده ان شاء الله. بشكر حضرتك جزيل الشكر الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي على هذا التحليل، ده كان مهم جدا. وزي ما قلت لحضراتكم احنا طول الوقت في مساء دريم بنسأل وبنطرح هذه الأسئلة مع حضراتكم وإلى حضراتكم اللي احنا كمواطنين بالأساس بنطرحها بيننا وبين نفسنا أو بنسألها. فلما نقرأ تقرير زي ده من الأمم المتحدة طبيعي جدا انك تسأل تقول امال الكلام ده فين على أرض الواقع. على أرض الواقع في استثمارات زي ما دكتور علي شرح مباشرة وغير مباشرة في الحالة في كل الأحوال، مجمل هذه الاستثمارات بيتعلق بأمور كثيرة جدا، إنها مجمل زيادتها يعني أو استقرارها بيتعلق بأمور كثيرة جدا زي المشروعات القومية، زي البنية التحتية، زي الثورة التشريعية زي ما ذكر أيضا ضيفنا الكريم. كل دي حاجات في النهاية لها علاقة بهذا الاستثمار وبسيرة وسمعة مصر الاستثمارية في الخارج. أحداث الأسبوع